فيه ممثل السلطنة، وبعد كذلك عامر بن عبد الله بن مبارك البلوشي كذلك ممثل سلطنة عمان. مرحبا بأهل السلطنة هنا في كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور. صباح الخير على جماهيركم، صباح الخير على سلطنة عمان وجماهيرها، بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه. سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن الوهيبي، والآن وحاضرا ما شاء الله تبارك الرحمن، خير تمثيل لسلطنة عمان، وما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الطير، خطير خطير خطير، الله يا بفكي يا سلامي عليك، والأمتار الأخيرة هل يفعلها، ولكن التيم بعيد على المركز الأول، بعيد والله يا الوهيبي. سالم بن عبد الله الوهيبي تتكلم عن